السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعي قناتنا في درس جديد. درس اليوم سنخصصه لسلة المحذوفات. سلة المحذوفات تجدون أيقونتها بهذا الشكل، وعلى حسب نسخة الويندوز المستعملة، سلة المحذوفات الخاصة بويندوز 10 تكون بهذا الشكل، وهي أيقونة من أيقونات النظام تجدونها على سطح المكتب. بالعربية قلنا نسميها سلة المحذوفات، بالإنجليزية ريسكيل بين، وبالفرنسية كوربي. ندخل إليها، نجد أنها فارغة. أقوم الآن بحذف مثلا هذا الملف أو المجلد بنفس الطريقة التي رأيناها في درس سابق، في درس خاص بحذف و إعادة تسمية وفتح مجلد أو ملف. أنقر بالزر الأيمن، ولا لا بأس بالتذكير. أنقر بالزر الأيمن، أختار من القائمة الفرعية تبريمي. تم حذف هذا الملف. إذا عدنا إلى سلة المحذوفات نجد أنه داخل سلة المحذوفات، يعني لا يحذف تماما، وإنما تبقى النسخة في حال ما إذا تراجعنا عن عملية الحذف وأردنا أن نسترجع ذلك الملف أو المجلد، فإننا نجده ما زال موجودا في سلة المحذوفات. مثلا هذا المجلد أردنا أن نحذفه أيضا بنفس الطريقة سيبريمي، نلاحظ أنه صار في سلة المحذوفات ولم تبقى منه نسخة على سطح المكتب. كما قلت، إذا أردت أن أسترجع الملفات الخاصة بي بعدما تراجعت وعرفت أنني مثلا قمت بخطأ أثناء الحذف، عملية الاسترجاع سهلة وبسيطة، إما مباشرة بالضغط على هذا المربع، مربع الحوار ريستوري تو ليزيليمو، يعني استرجع جميع الملفات أو العناصر. هذا إذا أردنا أن نسترجعها كلها دون خيار، يعني كلها الجميع على حسب العناصر الموجودة عندك في سلة المحذوفات، هذا استرجاع كلي هكذا. ولكن قبل الاسترجاع قال voulez-vous vraiment restaurer tous les éléments de la corbeille، يعني هل تريد أن تسترجع جميع العناصر الموجودة في سلة المحذوفات؟ تقول له إذا أردت استرجاع الجميع تقول له نعم، وإذا لم تريد تقول لا. مثلا أنا أريد قل نعم. نلاحظ أن سلة المحذوفات صارت فارغة وتم استرجاع الملفين العنصرين اللذين قمت بحذفهما، هذا المجلد وهذا الملف. هذه طريقة. نعيد الحذف مرة أخرى بنفس الطريقة، لا نستعمل طريقة لوحة المفاتيح. بالضغط بالزر الأيسر ثم بالضغط على زر الحذف سيبريمي الموجود على لوحة المفاتيح. الآن إذا أردت أن أسترجع بعض العناصر، مثلا أريد أن أسترجع هذا المجلد ولا أسترجع هذا، لا أضغط على هذا المربع استرجاع جميع العناصر، وإنما أسترجع هذا مثلا هذا المجلد الملف فقط، أضغط عليه بالزر الأيمن تظهر لي قائمة أختار منها ريستوري، يعني استرجاع بالزر الأيسر. تم استرجاع ذلك الملف وبقي المجلد الذي لم نريد أن نسترجعه، بقي موجودا هنا. تم استرجاعه وهو موجود على سطح المكتب، لكن نعم ها هنا لم يرجع إلى نفس المكان السابق، لكن بقي على سطح المكتب
نعيد العملية باسترجاع هذا المجلد. لاحظوا، أضغط عليه بالزر الأيمن، أختار ريستوري يعني استرجاع، فنلاحظ أنه ينتقل تماما من سلة المحذوفات ويصير إلى سطح المكتب. ها صار في هذا المكان، لاحظ. نعم، في حال ما إذا حذفنا وأردنا أن نتخلص تماما من ذلك الملف أو المجلد، نقوم بإعادة حذفه. ورأيت أن هذا الملف لا أحتاجه مستقبلا، وسوف أقوم بحذفه تماما والتخلص منه. العملية بسيطة في هذا الشريط، لاحظوا هذه على هذا الأيقونة، هذا المربع قال فيدي لا كوربا، يعني إفراغ سلة المحذوفات. هذا في حال أردت أن أتخلص من جميع المحذوفات الموجودة عندي، أضغط على هذا، تظهر لي علبة حوار قال هل تريد أن تمسح أو تحذف جميع هذه العناصر؟ أقول نعم. في هذه الحالة تم حذف ذلك الملف، وصارت علبة المحذوفات صارت فارغة. انتبهوا لهذا جيدا، قبل عملية إفراغ السلة يجب أن تكونوا قد تأكدتم تماما أنكم سوف لن تحتاجوا لذلك الملف أو المجلد المحذوف، لأنه إذا تم حذفه فلا يمكن استرجاعه إلا باستعمال تطبيقات خاصة باسترجاع الملفات المحذوفة. انتبهوا لهذا الأمر جيدا. الآن سوف نتناول فكرة جديدة على الحذف وعلى سلة المحذوفات. كما قلت، إذا كانت العناصر إذا قلنا كلمة عنصر تعني سواء ملف أو مجلد موجودة على سطح المكتب أو موجودة في قرص من الأقراص الخاصة بذاكرة الحاسوب، يمكن لما نحذفها نجدها موجودة على سطح، موجودة في سلة المحذوفات. أما إذا كان القرص المستعمل هو قرص خارجي يعني فلاش ديسك أو بطاقة ذاكرة كارت ميموار، وأردنا أن نحذف منه ملفا أو مجلد، فهنا الأمر يختلف، لأنه عندما نحذف ذلك الملف أو المجلد فإننا سوف لن نجده في سلة المحذوفات. لاحظوا مثلا هذا المجلد أردت أن أحذفه بنفس الطريقة، أضغط على الزر الأيمن فسي بريمي وأكيد الحذف. نذهب إلى سلة المحذوفات ونرى هل سوف نجد ذلك الملف أم لا، ذلك المجلد أم لا. لاحظوا المجلد، سلة المحذوفات فارغة. لهذا انتبهوا جيدا، إذا أردتم حذف ملف أو مجلد من ذاكرة خارجية يعني بطاقة الذاكرة أو فلاش ديسك، فإنه سوف لن يذهب إلى سلة المحذوفات وإنما يذهب تماما. وإذا أخطأنا وحذفنا وأردنا أن نسترجعه فلا بد أن نستعمل برنامجا خاصا باسترجاع الملفات المحذوفة. مفهوم هذا الشيء؟ أعيد، في حال حذف ملف أو مجلد من ذاكرة خارجية كارت ميموار يعني بطاقة ذاكرة أو فلاش ديسك، فإن ذلك الملف أو المجلد المحذوف فإننا سوف لن نجده في سلة المحذوفات، وإذا أردنا استرجاعه فعلينا أن نستعمل أحد البرامج أو التطبيقات الخاصة باسترجاع الملفات المحذوفة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط وتكون لديكم فكرة. نلتقي إن شاء الله في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.